ثانية اليوم حلقتنا لهذه الليلة سوف نخصصها للحديث عن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلتها الجمعية الوطنية والبرلمان الموريتاني من أجل التحقيق في ملفات العشرية، عدد من الملفات خلال العشرية الماضية. هذه اللجنة في اجتماعها اليوم اختارت النائب حبيب الجاه رئيسا، الصوفي الشيباني نائب عند الرئيس، يحيى الحمد الوقف مقررا، ونيانك مامادو كاتبا. لجنة تم تشكيلها بعد طبعا موافقة البرلمان الموريتاني والجمعية الوطنية على ذلك التشكيل من أجل التحقيق في مجموعة من الملفات من بينها صندوق العائدات النفطية وعقارات بيع عقارات الدولة في العاصمة نواكشوط وصفقة شركة بولي هوندونغ الصينية وتسيير هيئة شركة سنيما الخيرية، صفقة الإدارة العمومية بالطاقة الشمسية، صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء نواكشوط المستقل من الصداقة، وكذلك تصفية شركة سوني ماكس. هذه هي الملفات وغيرها، طبعا سيتم التحقيق فيها بعد نشر محكمة الحسابات لعدد من الملفات خلال السنوات الماضية. للمزيد حول هذه المواضيع وغيرها نستضيف لكم في حلقة موريتانيا اليوم هذه الليلة كل من الأستاذ عبد الله الطالب الإداري المدني والعمدة السابق، مرحبا بكم طيبا كريما، كذلك الأستاذ بايو المصطفى والولاتة الإطار والناشط السياسي، مرحبا بكم. إذا نرحب بكم ضيفين كريمين معنا في هذه الحلقة. نبدأ معكم الأستاذ عبد الله الطالب. تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لجنة تحقيق في عدد من الملفات خلال العشرية الماضية، عشرية بالتحديد نسميها عشرية حكم الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، بالنسبة لكم ما الذي يمثله أو ما الذي يعنيه تشكيل لجنة مثل هذه اللجنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ميكروفون. فرصة طيبة بالمناسبة، أشكر قناة شنقيط على هذه الفرصة للحديث عن موضوع من أهم المواضيع اللي يشغل بال الرأي العام الوطني. وفي البداية نختلف على ظاهرة الفساد، أنها ظاهرة خطيرة جدا وتعصف دائما بالأنظمة السياسية، وفي بعض الحالات تعصف بالدول. وهذه ظاهرة لابد من الحديث عنها بشكل موجز تعريفي بها. إذا نختار نسلط الضوء هون شوية نحاول نعرف بظاهرة الفساد. هي ظاهرة من أخطر الظواهر اللي تواجه الدول، وهي ظاهرة لها أبعاد خطيرة جدا في كافة المجالات، سواء في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في مجال التعليم والصحة. وبالتالي هي من الظواهر اللي تكاد تكون كما قلت تعصب بالدول. هذه اللجنة اللي شكلت اليوم طبعا جاءت في سياق معين، وأنا شخصيا أنوه بأنها لأول مرة تتم تشكيل لجنة برلمانية للحديث عن ملفات الفساد. التحقيق بالتحديد يعني هو تحقيق بصفة أشمل. للتحقيق. بالتالي هذه اللجنة من خلال متابعتنا لأطوار تشكيلها، لا نقول عدن فم إرادة توفرت للنظام السياسي وهم استقلالية للبرلمان، جعلته لأول مرة في اعتقادي يخطو هذه الخطوة الإيجابية والمشجعة في إثارة وتحقيق في هذه المشاكل اللي تتعلق بالفساد كظاهرة خطيرة جدا. وتشكيلها جاب طريقة عفوية، لم نشهد نقاشات ولم نشهد خلافات في البرلمان، بالتالي تم تشكيل هذه اللجنة. هذه اللجنة معروض قدامها قدر من الملفات، وهذه الملفات الحديث عنها يحتاج إرادة واستمرار به، اللي خطير جدا عندما ما تتابع هذه اللجنة وتتوقف في منتصف الطريق، وخطير جدا عندما تستهدف تصفية الحسابات، معناها أن الرأي العام يعلق عليها أمل كبير بحيث أنها تواصل دورها بشكل مستقل. طبعا الرأي العام يطرح لماذا في الوقت بالذات وشكلت هذه اللجنة، لماذا هذا البرلمان اللي له سنوات عديدة واللي فيه البعض اللي شغل منضتين في ظل العشرية الأخيرة ما قد تحدث ما هو ورك. هذا السؤال فعلا يطرح
إشكالية جديدة ويتطلب بعدنا نحاول بشتى الوسائل نعرفه للسياق اللي جات فيه. نعم، لكن تشكيل لجنة التحقيق البرلماني، مجموعة من النواب أغلبيتهم كما أشرتم من النواب الداعمين للنظام السابق والنظام الحالي الآن، يعني هل تعتقدون أنه يمكن أن تكون يعني كلها تأثير معين، هل يمكن أن تضيف جديدا إلى ما نشرته محكمة الحسابات؟ أنا أعتقد أن هذه الملفات اللي نشرت محكمة الحسابات واللي تكاد تكون مصباح الرأي العام اليوم يطلع على كثير منها، على أنها متابعتها من طرف هذه لجنة التحقيق البرلمانية، على أنها مسألة مهمة جدا. نعم. وطبعا لا بد من تعود هناك إرادة، ولا بد من يعود هناك تصور، ولا بد من يعود هناك انسجام هذه اللجنة، لأن طبعا اللجنة مشكلة من الأغلبية الاتحاد من الجمهورية وبعض الأحزاب، شخص من الأحزاب الأغلبية وشخصين من المعارضة. طبعا عادة لابد من يخلق توازن واتفاق ضمني بين أطراف اللجنة، إياك تقدر تقوم بدورها في المستقبل. نعم. سنحيل السؤال للأستاذ بايا والمصطفى. طبعا الأستاذ بايا، بالنسبة لهذه يعني تشكيل هذه اللجنة كما أشرت، لجنة من مجموعة من النواب البرلمانيين غالبية من الداعمين للنظام السابق كما أشار الأستاذ عبد الله، ماذا يعني تشكيل هذه اللجنة بالنسبة لكم؟ محكمة الحسابات نشرت مجموعة من الملفات، هذه الملفات تدين يعني تثبت أنه وقعت عمليات فساد معينة، لماذا السكوت على هذه العمليات خلال هذه الفترة كلها؟ يعني نتحدث عن ملفات من 2007-2008 وحتى نحن في سنة 2000، يعني في العام 2020، هل ترى أن هنالك مثلا يعني الجانب السياسي هل له تأثير معين، الخلاف ما بين الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني والرئيس السابق محمد عبد العزيز، وهل يمكن أن تؤثر لجنة مشكلة من أغلبية كانت مشاركة في نظام ماض هو ما يعني هو الذي وقع فيه الفساد وما سارت يعني داعما للنظام الحالي الذي بدأ ينشر هذه الملفات؟ شكرا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما توفيقي إلا بالله عليه التوفيق والمنون. أنا بدوري أشكر التلفاز الشنقيط. نعم، ميكروفون. الفرصة اللي أعطاتها من أجل نبلي زادان عبد الوير لنعطي رأيي في الأمور اللي في الساحة حالة. في البداية نختار توه نذكر عن يالله أنتم مدايرين دائما في نصاب عيوننا. خطاب رئيس الجمهورية اللي علم به ترشحه فات مارس 2019، اللي ظاهر اللي عنه واللي شكل الخريطة الحقيقية للسياسة والنهج لها مثلا نكرت، وبالتالي من يتمونا رجعوا لديك الأمور وذي يشوفه نجبره هي ذاك اللي دائما مثلا ينطرح. ثانيا ما ذي كان استغرب مثلا عن الناس، والله بعض الناس يطرح تساؤلات لماذا هذه اللجنة ولماذا هذه اللجنة بالذات، ويحاول يقارنها بعض من الحالات خارج هي اللي ظاهر لي مثلا عنها هي من نفسها يا الله حد يديرها في صياغها العادي، على أنها لا مرحلة من مراحل مثلا الديمقراطية اللي يا الله مثلا تعود خالقة، وعلى أن مكيننا بدأنا نمشوا من صياغ الانقلابات والله الأنظمة اللي ماشية مدكملة بطريقة ما هي مثلا يا الله أن هذا مثلا النظام جف بالواحد ثاني، انتخابات ديمقراطية شفافة، وعلى من المنطق أن نخطو خطوات ولا نطرح كل مينة كاملة كانت مازالت قالتنا، فالنهج له أن مثلا تنطرح غير عن تشكيل لجنة لتحقق فترة من الزمن معينة عادية لذوك اللي ماشيين وعادية لهذو اللي جايين، ولا يعود مثلا تطرح في إطار عنها قريبة، ولا يعود عاد قريب لذاك اللي الله يعدل عنه، لا يعدل قريب إلى نشرت مثلا محكمة الحسابات نتائج عندها لفترات معينة كانت ملمومة تبارك الناس تأول عليها وتطرح، هذا الشيء ظهر مثلا عنه عادي ويا الله يعود عادي منين يخلق يا الله لا نتباشر به ونعرفه مثلا عنها خطى صالحة في إطار نجسات مخلوها مثلا التأويل المرغولها مثلا من إطارها اللي مثلا ما هو اللي نعم. اللي عدلت به جيد. نعم أستاذ بايا،
هي لجنة يعني عادي جدا، بس يعني برلمان هذا دوره، دور البرلمان هو البحث والتحقيق عن، هو لأنه يمثل الشعب، أموال الشعب عليه أن يبحث عن يعني من أين، يعني من أين لك هذا؟ لا نتحدث عن نقاط يعني عن مصادرها وكذلك عن صرفها، صيغ صرفها. هي مجموعة من الملفات الكبيرة جدا، نتحدث عن صندوق العائدات النفطية وما يعرف بصندوق الأشجار والسحوبات الكبيرة جدا بعشرات ملايين الدولارات التي تمت من هذا من هذا الصندوق على سبيل المثال. هذه السحوبات لم تبرر، محكمة الحسابات لم تقم بالإجراءات خلال الفترة الماضية، لماذا؟ مع أن النظام السابق كان يعني رفع شعار محاربة الفساد أيضا. شوف أنا قلت لك نختار نتم ولا في ذاك السياق اللي انتشرت في هذه اللجنة، نحاول مثلا نقفز مثلا الأمور ونحاول مثلا نستبق في محداث شوي الأمور أخرى. أنا ظاهر لي مثلا عن يالله نتم في ذاك اللي يالله شوف نظام سابق من يتلا يمشي من هون عدل هذا الكتاب وسمى كتاب العشرية الأخيرة في مثلا إنجازاته وهذا حق المشروع. طيب تمام، مثلا عنه عدل شيء والله مثلا عدل هذا النظام العقبو وفي صالح هذا السابق وفطن من يتعود مثلا الأمور على بابها بها اللي هذا اللي يتعود له مذاب تلين قال له كتس على فترته مثلا الماضي. تماما، معناها مثلا عنها لا وعدلت ما فيه شيء. تماما، لازمات اللي لا يؤكد إلى عاد فعلا لخالب دور مثلا دي اللجنة تأكده وتعطي مثلا البراءة اللازمة. تمام، ورك من اللي تخرص المشاريع اللي عندنا ورك وحال من هاي الأخرى فضلية ترجع للنظام الحالي. هو عنه منين عود حالة الطرق كمثال ما هي قاعد المشاريع مثلا متواسي والله محسوب والله وعدل أنها خلق فيها استثمار كبير وهم وضعيتهم اليوم في حالة ذكية. نعم نلاحظ من السابع جاي الحال شوي استطرد شوي الأمور منين اللي ملهم مثلا ما يتنثار القضية وتقوم ونعرف عن حالة الطرق رقم اللي نزقل فيهم المال هذه هي ويسكت عنها النظام الجديد ويعود الصبح لا يعود الطرق في حالة هاني ما هذه هي لا يعود مثلا كأنها من إنجازاته هو هذا إنجازاته كذا هو والله ينحسبه لي غير يا الله يقول أقف اليوم يقول أنا بدأت منهم اليوم وجبال الطرقوات واقع لهم صالحين وهذا سادين لياك يعود الحسب لي ذاك اليوم. وهذا المثيل في المجال ياسر في كثير من المشاريع أخرى ما ذكرت من ضمن هذا اللي مثلا خلق فيها قدر من العمل متواسي مثلا عنها وصلت غير في النهاية انجبرت مثلا عنها ما هي كذلك وعاد لها يستثمر فيها من جديد. احنا نهار هذا الوزير الأول عدل سيارة وجالش المدارس بلا كواو وقال فيهم ذاك اللي قال منين ما يوخذوا المدارس اللي ياك المواطن البسيط كامل يعرف عن هاي المدارس وضعيتهم ذا هي النظام الحالي ما عاد ما 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 منعتهم منين طيح منهم واحدة ولا تعدل في الخبر جاية لأن قال عنها لا كانت صالحة به اللي الخلطة اللي سبقوه رفعوا شعارات كبيرة مثلا في إطار التعليم ومنين ما يقوم ذاك ويعرفوا بل منين بدؤوا اسمع ذاك الله يرموا ومنين يحسب عليهم خسارة بحالته هذه. إذا مثلا هي في صالح الناس كامل ولا نسوا عن لجنة طلبت المعارض ما هو مطلب من الأغلبية اللي قلته. نعم لكن طبيعي ناس أخرى وافقت عليها جزاها الله خير لأنها مثلا يلا توخى أخبار التشكيلة ظهر لي مثلا عنه يعتمد به نسبية هذا هو الشيء كان الواسي مثلا عنهم اللي يعتمدوا فيها قضية نسبية هو الواسي مثلا الحزب الحاكم اللي عنده ما يزيد على 100 مثلا النائب الجمعية الوطنية بعض مثلا نصيب الأسد غير منين شوف تشكيلة المكتب ظهر لي عن إشراك الطرف الآخر اللي كان لباس به اللي نيابة الرئاسة الرئيس أعطت مثلا الحزب تواصل وظاهر لي عن كنتم نسيتهم بالاكتماسي عن سيدي مولود عنه من ضمن المقررين وهذا كامل كان ظهر لي عنه اللي يشكل بعد ذاك قضية الطيب السياسي كامل اللي يمثل مثلا الجمعية. إذا بالنسبة لكم ترون أن اللجنة تشكيل هذه اللجنة البرلمانية هو تشكيل جاء في السياق عادي جدا طبيعي منين نرجعوا للنسبية في التمثيل ظهر لي مثلا عن يعود عادي وهذا واقع. نعم، مع انهم كانوا يقدموا حق عنهم قبيل ياك مثلا به الفكره ما هي لهم جايه مثلا من جماعه اخرى هم مثلا وافقوا عليها كانوا يقدموا مثلا لا يعود اشراك اكثر من اللي عندي يشتم اليوم في الصحافه والله شيء عن الاقلبيه عن صحابه الدان طبعا احتجاج النايب الدان اللي كان مثلا سباق للامور يعني هو كان حتى قاعد سباق في اللجنه وكان يعني اختاره النواب رئيسا لي خلال فتره معينه قبل مصادقه البرلمان. يعني الاستاذ عبد الله من اجل طبعا الحديث نعم استاذ عبد الله الملف الملفات التي ستحقق في هذه اللجنه تحدثنا عنها سردنا من بين صندوق الإجالة وبيع عقارات الدولة وصفقة شركة بولي فندق الصينية وتسيير هيئة السنين الخيري وغيرها مبالغ ضخمة جدا عشرات الملايين من الدولارات
ظهرت انها يعني تتهم محكمه الحسابات النظام الماضي والمسيرين خلال الفتره الماضيه بتضييعها. هنالك ملفات اخرى ايضا كبيره جدا لم يتطرق اليها هذه يعني لم توضع ولم تحدد خلال التحقيق خلال عمل هذه اللجنه. طيب كيف ترون هذه الملفات؟ هل ترون انها كافيه؟ هل ترون انه كان يجب اضافه ملفات اخرى؟ طيب انا نختار سابق الجواب على هذا السؤال نختار بدي مجموعه من الملاحظات حتى قبيل لا نقولها في اطار العرض ومدخل مداخلتي. نعم. احنا اليوم نتحدث للشعب الموريتاني وللراي العام الوطني. الراي العام الوطني يكاد يكون ملم بمختلف القضايا وعايشها. ظاهرة الفساد ظاهرة خطيرة جدا. والمفارقة اللي على حال ملفتة للانتباه واللي تحتاج تسليط الأضواء عليها أن النظام اللي قاد العشرية الماضية نظام رفض جملة من الشعارات من أهمها محاربة الفساد والانحياز إلى الطبقات المسحوقة وطبعا قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وهذه فعلا جعلته في تلك المرحلة وحسب المحللين السياسيين يسحب البساط من تحت المعارضة وبالتالي نجح عليها في الشوط الأول رغم على أنه كان عسكري وكان في صراع مع حكم مدني بالتالي عدل عليه انقلاب ومع ذلك الموريتانيين تجاوزوا هذه المرحلة واعتبروا على أن الرجل يحمل مشروع وأنه منحاز وأنه رافض رواية كبيرة تعني اللي قاله محاربة الفساد. نعم. هذه إشكالية خطيرة إلى أنت اليوم نرجع لهذه العشرية. العودة إلى الماضي ليست مهمة من أجل العودة إلى الماضي به لو الماضي لما كان الحاضر ولما كان المستقبل. إذن الشعب الموريتاني وحنا هون اليوم في إطار وسائل الإعلام وفي إطار النخبة تحاول أن تنير الرأي العام الوطني حتى تستفيد منه اللجنة وحتى يستفيد منه النظام القائم لمعالجة هذه القضايا بشكل عادي شفاف. وبالتالي احنا اليوم يارا نعود عارفين ان في اطار الدوله اللي قالوا ديمقراطيه وفي الدوله المعاصره لابد من يكون هناك فصل بين السلطات. وهي الروايه للاسف ما كان الموريتاني منتبهين لها ولا كان النظام في السنوات الاخيره حسب اعتقادي وحسب اعتقاد بعض من الاراء بعض من اصحاب الراي ما كان يفصل بشكل واضح بين السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه والسلطه التشريعيه. بالتالي المساله هذا الخلط هو اللي يجعل اعلن ذا اللي ينقال بمصالح الشعب وذا اللي ينقال بالفساد وذا اللي ينقال بالتعيينات المحسوبيه والزبونيه وبالتالي ظاهره استخدام الاقارب في تسيير الامر عام ونفوذهم. وفي ذا الاطار هذه المساله تاريخيه معروفه ونشوف الامثله تاريخيه. مثلا لا نجيب مثال هون وجايبه لا في اطار تاريخي. جمال عبد الناصر في السبعينات في الستينات في صراعه مع 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 خصومه على مستوى المنطقة العربية زاروا وزير من أحد دول العربية الخليجية وزير مالية كبير وكان متأثر بجمال عبد الناصر. وبالتالي عندما زار مصر اهتم به جمال عبد الناصر واستقبله استقبال حار. بالتالي عندما قام بدوره وبدأ يسافر رجع للدولة اللي جاي من شوارع دولته نشرت وسائل بعض الإعلام خبر أعلن قريب عبد الناصر أعلن أنه التقى مع الوزير المالية. هذا أدب أن عبد الناصر يعطي الأوامر باعتقال قريبه على أساس أنه تخالف خط اللي قال له استغلال النفوذ. نعم. هذا مثال على حال هذا مثال معناه أن هذا يمكننا سقطه على كافة الأنظمة الكاملة. إذن هون نختار نقول أعلن ذا اللي ينقال الفساد مظاهر متعددة وإحنا اليوم يلا ما نعجله يلا نخلو اللجنة ويلا الرأي العام والإرادة والسلطة السياسية تخلي البرلمان يستقل وعلن يقوم بذا الملف ويتابعه. طبعا فهم قاعدة قانونية المتهم بريء ما لم تثبت إدانته والبرلمان دوره دور رقابي. وفعلا السؤال مطروح لماذا البرلمان في العشرية الماضية ما طرح المسألة؟ هذا طرح الرأي العام. طبعا المعارضة في الماضي كانت تطرح لأنها خصم سياسي بالتالي كانت تلاحظ أنه مستوى من الفساد. إذا لا محاربة الفساد للأسف وهذه مسألة تحسب لا بد من تعرف به الشعب الموريتاني شعب لا يتجاوز 4 ملايين
عنده مساحة شاسعة، عنده ثروة سمكية هائلة، عنده ثروة حديدية هائلة، عنده ثروة حيوانية، ثروة زراعية، وبالتالي يعيش اليوم متاهات الفقر. وهذا سؤال خطير جدا. إذا هذه الثروات يعرف الموريتانيين وتعرف أي سلطة سواء كانت في الماضي أو في الحاضر على أنها مسؤولة، وعلى أن الملفات لن تموت وستناقش في المستقبل. نعم سعد الله، سعد الله. نحن نتحدث عن مجموعة من الملفات سيتم التحقيق فيها من خلال هذه اللجنة البرلمانية. كما قلت، هل ترون أن هذه باختصار هل هذه الملفات كافية أم أن هناك ملفات أخرى يمكن أن تضاف إليها؟ لا أنا أعتقد أن هذا الطرح وهذا الموضوع الجديد اليوم واللي شكلت له هذه اللجنة لأنه موضوع خطير، واللجنة قدامها احتمالين وننبه الرأي العام عليها، أنها تكون لها الإرادة وتواصل حتى توصل هذه الملفات إلى نهايتها حتى تقنع الشعب الموريتاني. نعم. وعلى أي حال هذا إلى ما قامت به ووقفت متصل في الطريق، هذه الولاية تعود خطيرة على المستقبل الموريتاني. وبالتالي ظاهر لي على أن اللجنة قدامها هذه الملفات وقدامها ملفات أخرى، وبالتالي يلا تنعطي لها الفرصة ويلا تنفتح لها الأبواب، وبالتالي يلا يخلق تحقيق شامل واللي بكى عود يبكى. نعم نعم سيتحول الأستاذ أبايا. هذه يعني تحدث الأستاذ عبد الله عن 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 يعني هذا الفساد ومظاهر الفساد التي تحدث عنها. نحن يعني نود هنا يعني من خلال هذه طبعا الدردشة البسيطة، نود أن نعرف بالنسبة لكم يعني حسب وجهة نظركم النظام الماضي، النظام السابق، نظام الرئيس محمد بن عبد العزيز رفع شعار مكافحة الفساد وكانت لديه أغلبية برلمانية، هو منذ يعني الانقلاب الذي قام برئيس محمد بن عبد العزيز حصل على الأغلبية البرلمانية، وحتى خروجه من السلطة وهو حاصل على هذه الأغلبية البرلمانية. برأيكم لماذا لم النظام السابق لماذا لم خلال فترته لم يتم تشكيل لجنة مماثلة من أجل حل يعني التحقيق في ملفات فساد، لأن يعني هناك اتهامات بالفساد منذ يعني ما قبل نظام الرئيس محمد بن عبد العزيز؟ شكرا. شوف أنا اللي يعني اختير نقل على نفسي شوي اللي الله نفهمه عن الوضع السياسي حاله موريتاني ما هو كيف ذاك اللي كان خارج السنوات الأخيرة. السنوات الأخيرة كان فيه نظام وحده وفيه معارضة وحدها ولا فيه مشد أخبار. هذا مطلب قديم معروف يسائل معارضة لا يطالبوا به في حالات عدة يغير ظروف ما كانت مهيئة له، اللي ما كان فهم ذاك هذا التأخي ولا مثلا الهدوء السياسي تعاطي ما بين المعارضة والمواسط أسمعت ما بين المعارضة والنظام. ما كان خالق الوسائل الأمور تحقق أرض به اللي عاد فهم شوي متمحرين بين المعارضة والنظام. به اللي قلت لك بين على المقترح جاي من المعارضة أسمعت مبدئيا لو كنا في ذيك الظروف اللي جايين منها كانت اللامنين يقدموا المعارضة شيء لا يرصد مبدئيا جيد. هذا اللي قلته الثاني ظهر لي عنه هو لا يحاول نحكم عليه، هو قاعد ما قط نظام جه أزمات واحدة ما هي لأن أخبار قال عبد الله قضية تنجح وكذا بشعارات. لا أنا قاعد لا أسوله إذا كان قط فينه هو نظام في السلطة هو اللي ينجح سوى الخادم، أنا من فين عاد في السلطة يدور ينجح ما يمشي من برا جاب شعارات بساط ولا هذا هو حالنا كان. اللي ظهرك عاد صحيح لا وضعية اللي بادئ أردت تصحح شيئا فشيئا تصال زاد تصحح شيئا فشيئا. هذه النقطة اللي أنا رجع أخبار لأن النظام ما قبلها ما كان له يقبلها هي للوضعية ما كانت في وضعية صحية تسمح له ما بين هو مثلا هو المعارضة يعدل فيها ذاك اللي كان خارج. معناها مثلا عنده النظام يتحكم مثلا برلماني ولا يبقى شيء مطروح المبدأ ذا هو كلام المعارضة وقايلة المعارضة وذين دار المعارضة ومبدئيا ذاك اللي هامه ملقي أسمعت معناها. ما ذن مثلا طرع تصنات على مثلا فكرة قد مثلا تخرص ولا تندرس مثلا في طار ما طلب نفته. نعم. يعني هذه الظروف اللي سمعت عن النوع ما قد تخلق ولا قد قاعد خلق فيها رقابة سوى شنه هذه نقطة مهمة جدا. فيه ذا اللي قالوا لي جاء ما خالق حد معرفة ما كانت موجهة وشتقيس حد من يعود مثلا يصفى مع حسا ويقبر عليه الصبح يصبح سارق ويصبح مثلا عنده كذا وعقله كذا لياك يبرر بها مثلا ذاك الشعارات غير الحال الأخر حالته ذكية لا داعي مثلا لشد وخبار وبين نجل نعرفه هون واحدين لأن واحد منهم
خو وزير ولا قريب وزير ولا رئيس جمهورية أصبح نهار من قد مازال تفهموا فيه البزول هو يزقنا في الملايين. نعم نقطة بسيطة نقطة هذه 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 النقاط التي تحدثت عنها يعني ما كنت أود الوصول إليه. النظام الحالي التغييرات التي وقعت في السلطة في السلطة التنفيذية بالتحديد يعني البرلمان هو نفس البرلمان يعني منذ أكثر من عام والبرلمان الموريتاني هو يعني داعم للرئيس السابق محمد عبد العزيز يعني يدعم الرئيس محمد الشيخ غزواني. بالنسبة للسلطة التنفيذية الحكومة الآن من يسير هذه من يسير الحكومة غالبية ممن كان في السلطة التنفيذية مع الرئيس السابق محمد عبد العزيز وداعم الرئيس السابق محمد عبد العزيز وحتى آخر أيام الرئيس محمد عبد العزيز وحتى بعد مغادرة السلطة. شوف نعم. أنا ظاهر لي قضية أنا ظاهر لي مثلا سياسيا سياسيا ذراع سياسي للنظام هو ذي الحزب حزب الاتحاد من الجمهورية طالع نموه وحسمه هاي الصراعات مثل الماضي اللي خلي فيها كامل بالقيل والقال احسن موقفه سواء مثلا دبيتات من ولا نعم من احسن على مثلا داعم الرئيس الحالي اسمه ماشي فيه وبرنامج وبرنامج هو مثلا معتمد نعم. انا هذيك المشكله اذا كانت هناك شخصيات من بين الشخصيات الموجوده هذا موضوع اخر شت موضوع اخر يرجع لي نحن باللي احنا السياسه موريتانيا يلا ناهلها من نفسها اللي عدلوها يطفو عليها شوي اطفاء والله لمس اخلاق المستخلق شوي يعني أنا من نعود مثلا كنت فاعل في نظام معدل معين نقرر فيه ونجمعة القرار فيه ما نقدر نعود نبرمج كيف أوردينتير اليوم جاء مثلا نظام أخر تحول تلقائي يعني تحول نصبح نحارب تحول تلقائي تحول فيه تلقائي يعني بعد مثلا هذا من شيء خلي شيء من راسه نعم يعني إذا اللي نعود كنت واحد اللي يضع وجدلي وهذه إشكالية عند رحلة الموريتانية اليوم هي حقيقتها تقلال أشطر مشي لكن لما درين جي متقلب صبح بدل يعود كان يقول الرئيس إبراهيم جاء الرئيس سيدي والرئيس سيدي تويوفا ونصبح أنا في صيغتي وحالته وضع اليوم هو شو هو عن فيه مدة تكدح وتناظر لياك تعدد اللي قالوا الرأي العام والرأي العام هو اللي يفرض توجهات سياسية ذيك الناس دائما مثلا ماشي على مثلا الحاش الطريق ما تنقبل غير هي اللي تهيئ الظروف غير هون مدة ثانية واقفة تحاني تقتضي بذاك مباشرة الحين بدنا نتيسع نجي تابع النظام تصبح نهار مقاتل تقلب بذاك التوجهات اللي تقول وتصبح هي اللي قايلتها أما على العادة إحنا شو اللي نقابل استقالة ما فينا أسباب لو كانت مثلا فينا أخلاقيات سياسة نعود حد اليوم قالت عنه تهمة وعاد ترتد عن الوزير يلا قدم استقالته هناك بعض الأشخاص الذين تمت إدانتهم ليست فقط لم يكونوا مشتبهين ولا متهمين لما تمت إدانتهم بتهم فساد خلال فترة رئيس النظام الماضي عادوا إلى السلطة وما زالوا موجودين في السلطة لحد الساعة هذا ما هو يا الله هذا ما هو يا الله اللي شفت هو خالق رواية نقطة أنا سعد المساعدة الموريتاني من قالوا خامة رئيس الجمهورية خطاب قلت لك الويل اللي افتح به أنا بالنسبة لي ذاك اللي قاله في مارس أعم عندي وهم من برنامج قاع الثاني بنحتسب ولا حدها ثانية منه بيلي ذاك اللي قال أسوى رقم قصره كان شافي فريما حقيقة برامج كل شيء مثلا فيه ما فيه جملة ولا كلمة ما عنده معناه واستبشوا بريها الموريتانيين كاملين اللي كانوا في ذاك الوقت اللي هو يطمحوا ذاك اللي قالوا التغيير يدوروا فره وبالتالي ظاهر لي عن ترشحات الخليطيك ساعة ما هي في طارقع منافس رئيس انطلاقا من برنامج اللي عدل كانت تتوح عن الناس يلا تتنافس وكانت عن الناس تقول محق عني أنا لا يجي بشبه اللافذة تمام غير بعض منين نفاو الزرق الناس اللي اليوم فيه واحدين من الفرقاء السياسيين ما فاتوا أنه رسميا اعترافهم بالرئيس يقر عدله ضمنيا انطلاقا مثلا مشاركة معناها مثلا عن هذا التوجه وهذا هو اللي كان يتحرره في الموريتاني واللي مازال اليوم قاعد لقلوبهم وقيت ووجود ذي الناس اللي كانت توكبه اللي يختير ويوصلوا ذاك التغيير والتغيير ما يقدر يتم يكون مثلا من اللي ذيك الأوجه كامل المعروف أسمات اللي متورطة في الحالة هو وكانت في ذلك هو هي اللي حدها لين تقير وتمشي لا يجد على الناس عن التغيير وصبح جاء لكن ترون أن إذا كانت معارضة شيء يعني المعارضة اللي يوصلك سعد الله لا لحظة تغيير شيك سعد الله شاء الله ما عندي مشكلة هذه اللي عندي رأي فيه. نعم نقول إن شاء الله نقاط ما لا مشكلة. في الوقت إن شاء الله تعالى ما مشكلة. يعني مزنا في الموضوع. هذه هذا الملف عندما نصل إلى الوضع السياسي بالنسبة للمعارضة الآن إحنا يمكن أن نقول بأن المعارضة أصبحت الآن شبه موالية هي تعاطيها مع النظام لدرجة
بعيدة جدا من العمق ويعني جلسات لا نقول موالية لكنها لم تعد المعارضة بالمفهوم الأصلي الذي عرفناه به خلال الفترات الماضية. وليست المعارضة أيضا كما نعرفها في الأنظمة الأخرى، يعني هي الآن أصبحت ليست معارضة أنظمة، ربما نقول هي كانت معارضة لمعارضة الرئيس محمد عبد العزيز شخصا. لا شكرا. شوف هون أنا بعد ما قد قاعد أتكلم باسم المعارضة بي اللي ماني منها غير صاحب رأيي فقط. أنا يعني ما قد نقول شيء عليها، كان هذا رأيي الخاص بي اللي ماني منها ولا قد أتكلم باسمها. يغير بعض ظاهرة للرواية أن هذا حقيقة من الأخطاء اللي تعلمنا من ديمقراطية المواجهة في زمن الماضي. يا الله نفو مع المعارضة، ما الهدف منها مثلا أنها تعود مشارة هي ونظام وأنها تعود في خندق وقابلة سلحة تتخابط معه؟ هذه هي الحالة الصحية. المعارضة والنظام يعود مثلا من جابري ذاك اللي يارلو جابري يغير ما يمنعهم ذلك من نقد شيء لا يقدم مثلا في طار حال لا والنقد ما فرع لنا نقد قضية الديقات والشرورات اللي كنا فيهم والموريتاني يقولون كبش والله نعود مثلا ما أتينا معارضة. لا ظهر عن هذه ظهرك هي ظاهرة صحيحة في العلاقات ما بين هذه هي خالقة. احنا سمعنا تدخلاتهم نهار ما على خطاب الوزير الأول حمل مولود ومثيرين يرفدين ذلك قالوا كان يجيون صحيح ذمنوا ذلك قال يغير بدأهم لاحظاتهم على ذلك اللي يلاحظوا أسمت هذا هو اللي صحيح. وصحيح أن المعارضة منين تطلب لجنة كيف هذا طرحتها لجنة مثلا تفتيش لجنة تحقيق هذيك اللي هي أنها تقبلها مثلا الأخرين اللي ما فيها شيء يا الله هذه هي مصلحة البلد ذي تتطلب ذي الحالات ذي هي التشاور عليها وبعض نتيجة. غير إحنا بين اللي طبينا في ثقافتنا الديمقراطية الناس فرع عليها تعود يقولون كبش وتتضايق والله تعود معناها المعارضة هذا رأي عام يقولها اليوم يقول لك المعارضة قاعدة ثلاث خالق وزارت موجودة أستاذ هذه هي الظاهرة الصحية. نعيش أستاذ عبد الله شوي نرجع لي عنده مجموعة من نقاط قال مني نختار نبين مجموعة من الملاحظات عدن. وأنا بعد شخصيا بالأمانة قلت إجبار مع الرئيس السابق حملته عدن من يحمل شعار محاربة الفساد يقود ثورة محاربة الفساد الإرادة ولابد من الشخص اللي يحملها يطبقها على نفسه وعلى بطانته وعلى قربائه قبل ما يريد أن يطبقها على الآخرين. وحاجة اللي قلت له في جلسة خاصة في إطار دردشة سياسية في إطار ترشح أعلن من يحارب الفساد يلا يقبل اللي ينقال له لائحة الموظفين وتعود التعيينات على أساس معايير موضوعية ولا تدخل فيها الزبونية ولا تدخل فيها القرابة ولا تدخل فيها المصالح الخاصة. هذا ما يتعلق غير الموضوع. المسألة الثانية اللي اختارنا نثير واللي أثار الأخ باي هي قضية الوضعية الراهنة اللي احنا نعيشه. هذه المسألة جات في سياق واحنا ما يالله كنخبة سياسية ولا يالله كإعلام يكون نوضحه للرأي العام بالموريتاني. قضية المعارضة والأغلبية للأسف وهذا رأيي الشخصي في السنوات الأخيرة لم تعد هناك معارضة بالمعنى الصحيح لأنها على أي حال واجهت قدر من التحديات والنظام كان يواجهه ولا أعطيها المشاركة. وهذا على أي حال أنا كصاحب رأي ما هو زين عندي ولا يلا كان يعدل وكنت نقولها مراحل معينة. الأغلبية السياسية يلا تعود من اللي مبنية على قواعد. إذن ما يمكن ديمقراطية تمشي على رجليها إلا إذا كانت هناك معارضة قوية وأغلبية قوية وهذا قد قلته قدام الرئيس ومرجان. إذا معناها أن رأيي ثابت ما يتعلق بقضية ذا السياق اللي جاء فيه اليوم يارا نعودوا عارفينه هذا الرئيس السابق جاء وكان يقول على هاي المرحلة هنا امتداد للعشرية وكان يتحدث عنها وكان يتحدث عنه ما هو خارج السلطة. الرؤساء الموريتانيين في الماضي اللي منهم انتهى والله اللي منهم عدل عليها انقلاب والله اللي منهم مشات غروه مثلا معينة أرجع ومارس أموره الخاصة وهو أعلن أنه سيواصل دوره. وللأسف هذا واللي استغرب الرأي العام الوطني على أنه جاء وليلة تمجي والله ليلة ثالثة جمع الحزب الحاكم ومعتبر على أنه هو رئيس وأنه كذا كذا رغم أنه ما عنده عضويته على اتحاد. هذا ما نقاله في إطار مزايدات لأن هذا رأي موضوعي لأنه هو ليس, 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 ليس عضوا وليس مؤتمرا. وبالتالي الطريقة اللي عدل في مؤتمر اللي في قصر المؤتمرات اللي يؤجل وشكلت لجنة مؤقتة كان ضمن سيناريو عند الرئيس. بالتالي إذا السيناريو اللي ما نجح جاء من جديد وحاول يختبر صديقه لكن للأسف هذه الخطوة ما كانت وفقتها ولا كانت موفقة ولا تحمل مولي ولا, 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 ولا تخدم ذا اللي نقاله والتناوب على السلطة للأمانة. وأنا نقولها هون بي اللي في الحقيقة خطاب الرئيس عندما أعلن أنه مترشح في الاستاد أعطى إشارات قوية للموريتانيين كاملين
وطاقراء للماضي على رؤساء موريتاني كاملين كلهم بذل جهد واللي ما قد يبذلوا اللي ما قد يبذلوا على يتحال يلا يكملوا الآخر. وبالتالي لقى خطاب لقى صدى واسع في الأغلبية وفي المعارضة، وهذا هو اللي جعل اليوم الإشكالية للحوار وللاهتمام ب ب ب ب ب أنا أرى فانتماهي للمعارضة. لا هذه إشكالية مطروحة، هذا إشعال فعلا إعلان يخلق جو جديد من الانفتاح والحوار، وهذا يفرض الدستور. صحيح هناك إشكالية إعلان إذا لم تكن هناك معارضة قوية، طبعا المعارضة خلق فيها تفكك للأسف. نعم. وإذا ما يخدم الديمقراطية طبعا، وهذا بعد الاتحاد أنا ما لي معارضة غير بعد هذا رواية عن المعارضة، ويعني كفاعل سياسي نقد للظاهرة اللي تتعلق بالنخبة السياسية. يرى تعود هناك أغلبية قوية قادرة على أنها تواجه تحديات وتأطر المجتمع الموريتاني وتعود ذراع قوي للنظام السياسي، ولا تعود هناك معارضة ملي عندها. المعارضة دورها شنو؟ دورها هو النقد، هو إنارة الرأي العام، هو تسليط الأضواء على الأخطاء وعلى الانحرافات اللي عدل النظام اللي هي ما هي معاه واللي هي ضده. هذا هو اللي يجعل موريتاني يحكم على أداء المعارضة، ويجعلهم يحكموا على أداء الأغلبية. نعم. قضية التعيينات أنا نختار نذكر الرأي العام في تدوين اكتبها محمد الأمين وللفاول مدون أحد المدونين البارزين، جاب 11 حالة في الفترة الماضية، واحدين يندارو في السجن على أساس أنهم اختلسوا المال العام. نعم. يطوا فيه سنة والله هنتين ويخرجوا منه ويعينوا مراسيم. تمام. واحدين تنعطى لهم توشيحات من درجة كبيرة، وعندما يطوا نهارين والله لها والله شهرين ينقزوا بحكم الرشوة وبحكم الانتهاء واسمون. هذه رواية لن يقبلها الموريتانيين في المستقبل، وعلى النظام الحالي، وأنا أعتقد أنه نظام أقنع الناس بالأخلاق، أقنعها بالأخلاق وأقنعها بالصمت ومحاولة تنفيذ أجنته بدون شوشرة وبدون دعاية. واليوم نلاحظ أن الإعلام لا يتحدث عن النظام، لأن النظام أكبر موقف، لأن هذه مسألة كنا نعيشها في الماضي. كان عبد العزيز كل ما ذهب إلى منطقة تلاحل الموريتاني كامل، وهذه على اتحال ظاهرة سيئة في ذلك اللي قالوا النخبة الموريتانية، وأعلن النظام عندما يحكم السلطة تجيه الناس كاملة على اتحال، وكذلك النظام اللي سابقه. النظام اليوم أكبر حسنة، وأنا أعتقد أعلنها حسنة، أعلنه يعمل صامت وأعلنه الملفات يدرسها. يلو كان نظام ما هو وجر رئيس السابق وقام قيس الحزب وعدل ذاك اللي عدل في عملية الاستقلال، لأنها رواية خطيرة. رجل كان اعتبر على أنه حفر إنجازات وقام بإنجازات كبيرة وغير الدستور، معناها غير العالم الوطني وغير وقلع الغرفة الثانية اللي هو مجلس الشيوخ وغير النشيد، وبالتالي حتى الشوارع لم تسلم منه. شارع جمال عبد الناصر باعتباره شكل ذاكرة للمجتمع الموريتاني تم فجأة لين الاتصال على اتحال. حنقول لك ملاحظة. إذن هذا الاستقلال اللي خلق. نعم. واللي هو يعتبر أولا منطقته، ويعتبر هو الرئيس اللي سلم السلطة. نعم. من الغريب، وهي المسألة ما قادرين يستوعبوها الموريتانيين، أنه يرفض يجي الاستقلال مهما كانت المبررات. إذن هذه الرواية اليوم لا هناك إشكالية. الناس كانت تتحدث عن الرئيس الحالي أنه صديق، طبعا صديق، وعلى أنه امتداد للرئيس الحالي وعلى أنهم أصدقاء لهم 40 عام. وكان فعلا، وأنا شخصيا من كنت الناس اللي يقول هذا، على أن هاي الصداقة ستكون عبء على المنطقة القادمة. والرجل تحدث عنه صاحب عهد، وكان الموريتاني مقتنعين بعلنه لن يضر الرئيس ولن يبذل جهودا ليكشف عورات المنطقة حتى شهوه بنفسه، وفعل ما فعله. وبالتالي الرئيس اليوم أصبح في حل من هذه المهاترات ومن هذه المهاترات. نعم. إذن هو اليوم نختار نقول أعلن الرأي العام يتجه نحو البرلمان، وعلن الرأي العام يتجه نحو هذه اللجنة اللي وشكلت، وعلن هذه اللجنة رغم ما يقال اليوم في وسائل الإعلام عن أفرادها، أنا بعد أعرف منهم لا شخص واحد زميلي وصديقي اللي قال له يحيى الأحمد الواقف من أنزه إطارات موريتاني، والتهم اللي وجهت له ثبتت التحقيق أنه ما يحق، وعلى اتحال وجهت له في إطار صراعه مع النظام وفي إطار تصفية الحسابات. إذن آخرين لا نعرفهم، يا غير نعتبر علنهم يا الله
ويالا الرأي العام يدعم هذه اللجنة ويالا الملفات تمشي بشكل عادي وانسيابي حتى عندي سؤال حتى, حتى حتى يكون 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 الموقف واضح. نعم استاذ عبد الله سؤال، هل تمت خديعة الموريتانيين من قبل نظام الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز؟ اولا انا تحدث لك عن هذا الموضوع، انا شخصيا من الناس اللي دعمت الرئيس السابق، دعمته على اساس ثلاث مسائل، الاولى منهم محاربه الفساد والانحياز للطبقات المسحوقه وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. بالنسبه للاولى والثانيه للاسف لم تتم بالطريقه، وهذا على حال هذا يؤكد تشكيل اللجنه اليوم يؤكد على انه لم يلتزم بهذا البرنامج. على مستوى التعيينات اللي أنا قلتها واللي نعتبر على أي نظام ما قبل الملفات الإداريين والموظفين للدولة وطرحهم قدامه، على أنه على أي حال سيواجه مشكلة إذا كانت له إرادة في خلق تنمية اقتصادية واجتماعية. نعم. وسياسية. نعم. اثنين على الكيان، على العلاقة مع الكيان الصهيوني، العلاقة مع الكيان الصهيوني يختلف. ذكر الرأي العام الوطني أن في إطار مسح ذاكرة ومحاربة الرموز على شارع جمال عبد الناصر جاء في إطار مستوى من العلاقات اللي كانت لا تظهر وفاجئت فيها المنطقة الثالثة، كان هناك وسيط ومستشار للرئيس يتردد على تشاد في إطار وساطة بين الكيان الصهيوني وبين النظام، وكانت قضية شارع جمال عبد الناصر جاءت في السياق. إذن المجتمع الموريتاني له ذاكرة، ذاكرة، وحنا اليوم قدام تحدي كبير. هذا الرجل وأنا على اتحال مقتنع بذلك على أن هذا الرجل يعالج الملفات بشكل هادئ وبشكل مسؤول، وعلى أنه عنده تجربة وتراكمات، عنده تجربة وتراكمات. ونختار نقول على نجاحه في الانتخابات الماضية كانت عنده رافعات، واحدة رجل كان صامت وأدار المؤسسة العسكرية بجدارة، وعلى أنه أخلاقه جعلته لأن هذا الملف نحن نعلقه الأمل اليوم. أنا أجيب لك مثال. أنا حضرت اجتماع في كيفة لوزير الصحة، ولأول مرة نحضر اجتماع في العشرية الماضية لا يتحدث فيه أحد عن التلحليح، ولا يتحدث فيه أحد عن 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 المحاباة وعن الرجل اللي قال وزير الصحة، وأنا قلت له كان صادقا وقال على أنه عنده الإرادة الكاملة وعلى أنه مكلف بذل الملف وأنه ما بدخل له فيه الحكومة لا الوزير له ولا الرئيس، وعنده تعليمات واضحة. لا عبد الله، نحن لدينا ملف معين، ملفات معينة نناقشها. أنا هي ملاحظة قلتها لأنها تثير الرأي العام الوطني اليوم. نعم، تثير الرأي العام الوطني إن شاء الله. قلت في تداخلاتي على أنه طه الله رواية خاصة بها، لأنه أولا يحارب الذي قال الفساد في القطاع الصحي ومن أخطر القطاعات، وعلى أنه وراء إرادة قوية. سعد الله لحظة، على الموضوع من الصعب أن القاشية يتوقف فيه. على العموم رأيي وهذا نختار نقوله على أن اللجنة تعلق عليها أمال كبيرة. نعم. لأن هاي الملفات اللي جات لا بد من تعالج بطريقة مضبوطة، ولا بد هناك إرادة، وبالتالي هي دور تكشف هذا التحقيق، دور يكشف عن ياسر من الحقائق الأخرى. والناس اللي استخدم النظام السابق في العشرية السابقة وهذا قالوا سنتين القدم وعلى اتحال يبدو أنه مطلع على الملف، هاي الناس الملف دور يقيسها، معناها النظام الحالي، وهذه مشكله مطروحه. السؤال يطرح وانت طرحته قبل على وانا ما جبت لك عليه، ما لاحظت لك عليه. السؤال ينطرح الان، لماذا ادوات النظام السابق من وزراء وشخصيات نافذه استخدمها تعود اليوم مستخدمه ومعينه اليوم؟ هذا على اتحاد سؤال مطروح في اطار الراي العام، ولكن انا بعد اعتقد امانه وهذا ظاهر لي الخارج قدر من الامور غايب عني يعرفوا الا الرئيس، لأنه يتابع الملف بشكل دقيق يقال بعد هي مسألة تثار اليوم في الرأي العام. نعم. الوطني. نعم. نيجي أستاذ باين أخلي أشركم على طبعا قبل نهاية الوقت. الوقت لاحقين. لا الوقت. لا الوقت. أستاذ عبد الله. ما عندك مشكلة. وقتي قبل. نعم الوقت برنامج. بالنسبة لي نعم طرحت سؤال على أستاذ عبد الله، هل خدع الشعب الموريتاني، هل خدع الموريتانيون من قبل النظام السابق على رأس الرئيس محمد عبد العزيز؟ لأنه هناك نقطة مهمة جدا، الرئيس السابق محمد عبد العزيز أكد أنه يمتلك يعني أنه لا يخاف من التحقيق وغير ذلك خلال المؤتمر الصحفي السابق،
حادثة شهيرة، وإنما هو حتى أنه قام بتهديد، يعني أطلق تهديدات بأنه إذا تم اتهامه فهنالك أشخاص آخرين سيقعون معه، وكان عبارة هدة الحلم على الشراطة. شوف طيب، رئيس محمد عبد العزيز رئيس حكومة موريتانيا قريب من 10 سنة يستحق سوى كنا معاه وسوى كنا معاه من يمشى ذاك الاعتبار اللي على مهل يستحق علينا كامل. المين يدينا لك أخبار من اللجنة وذاك اللي هم تعدل وذاك اللي توصل ذا الأخر اللي قلت كيف تلقبي بالتأكيد أنها تخدم نظام الفايت وبالتأكيد أنها تخدم ذا الجاء. نعم مع أنه هو شو أنا قلت لك هذه عشرية الإنجازات 2019-2009 إذا عدل هذا النظام السابق هو يوصل مشينا نعدل الإنجازات الحمد لله. اللجنة قضت ملفات هون مطروحة كانوا بالنسبة للموريتانيين أمام تساؤلات وماسئل عنه هو أهم شيء يحتاج مثلا يسول عنه وقبضته وحاولت مثلا تسول عنه. هي الدور هي من نفسها تتوصل لكن يلا توصل ودور يخلق شيء قال لكن قال بزفك ولا ترو دور يخلقه اللي محق عن يدور مشروع في مثل واحد ثاني اللي يطرق يطفق واحد آخر به اللي يسبب عنه يا الله يفتح عنه. نعم. والدور تسول عنه الناس به اللي هذه مشروع هذه المشاريع اللي هي الناس اللي اشتغلت عليها وقدمتها مازالت البعض أكثرية مسؤولة مازالت. تمام. أسمعت ودور يحقق معها في طار هذه الحالة اللي ذا هي واللجنة ما يا الله قاعد تخوف لجنة مكونة من أبناء البلد ولا مستوياتهم زادهم وعندهم حالتهم ولا داعي مثلاً للقذف ولا يشتغلوا قاع من انفاس وما عندهم دور معين فرع عليهم يكتبوا خبراء وفرع عليهم عمل دلو قاعد يطول شوي ما هو لا ذي سهولة الشاكة الناس عنهم هو انفاس ولا يفتحوا الحسابات تلقى بعض منهم قاعد يقعد ما يعرف قاعد حالي حد فهم عنده إلمام بالمالية والله كي يقعد يعدله يغير يوصل منه يقعد ذاك معه طبعا من ناحية التفاصيل طبعا الخبراء ما يعني الخديعة ما خديعة الشعب الموريتاني اضرب ذاك ودور عود يوسر مثلا مشي انقال ودور ينشاف واللجنة دور تشوف كان هوندونغ بقضيتها هذه كان مشي للجيال كان سوني مكس تصفيته صالحة ويكان لينارا اللي قلته موضوع شنو دور ينقال ودور يعقب محق عنه يجي شانجير الاخر اللي كان فور مدريد في ملفات كثيرة جدا هذا التنادي اللي فات انطلق عنه يا الله يبدأ العمل وقلت له خرص هو ما تكتمل نعم ملفات التمويلات والقروض وغير ذلك شنو هم اللي عندي عنهم أولى بهم شي قط قالوا ما نعرف كانوا رئيس مسعود بالخير مرة قال عنهم أولى هم بالكراطة من ينصب عليهم ولما يتقشروا هذه حالات دورت لا تعقب تنكشف وتشاه وراه الموريتاني يحكم مثلا به كانوا خدعوا الله أنا بعد مثلا حال الله بيني معاه مالي لهنا نقول ذيك الروايات الذكية يغير بعد نعرف عنها هذا واقع وعلى أنه هذا أمر سليم وعادي ويا الله يخلق ولا هو شيء كبار من قده ولا علنا هي الديمقراطية بدأت مثلا تترسخ فينا وكل مرة تنطروا آلية مثلا جديدة تعود في ذاك تدفع بينا في ذاك الاتجاه مثلا اللي ذكوه هذا الظاهر اللي عنه هو اللي كنت تختاره له لا عاد عبد الله نعم لا عبد الله نعطوه دقيقة واحدة للوقت لا دقيقة واحدة عبد الله أنا بالمناسبة أقولها لكن نقول بداية كلامي نختار موريتانيا رحموا على الجيل الأول اللي أسس موريتانيا خصوصا المختار ولداد ده نذكر أن فترة المختار ولداد ده تحر محاسب فروسه لأنه سلف 100,000 من الصندوق وطاها لرقاش ولين مشلا يقبلها ما أجبرها ومدعها لرقاش وانتحر هناك شخصيات كبيرة ونقزت على أساس 10,000 وعلى 5,000 وعلى 10,000 إذن هذا الجيل الأول اللي أسس موريتاني يارى الموريتاني اليوم يرفدوا له الراية لأنه كان جيل نزيه وعلى أنه بنى موريتاني ومشبهة في اتجاه تكوين الدولة للأسف أن هناك تناقض خطير وهذا اليوم يارى ننتبهوا له لأن الناس اللي في موريتانيا اليوم أفقراش تقول له لكن اللي يقبغ المال العام لكن اللي يقطعها ويرقعها أنه زهاء اليوم إذا هم مزبلت التاريخ إذا هم اليوم في الأرشيف الذاكرة الإدارية بينما الناس الشطار اللي يستخدمهم ذا النظام ويستخدمهم ذاك ومزدوجين ومخضرمين في الأنظمة كاملة هذه ظاهرة للأسف ظاهرة خطيرة ويارى المجتمع الموريتاني يارى النظام يارى النظام الحالي اللي نعلق عليها أمال كبيرة يعتبر أعلن ذا اللي ينقال له
جعل اقتصاد قوي هو اللي يخدم. وهون العدالة هي اللي تحكم، العدالة والمساواة هي اللي دي مفصل بين وحنا اليوم نواجه تحدي كبير للي نقاله التعدد العرقي، للي نقاله طبقات الهشة. إذا لم في هاي العشرية والله في هاي المنظر إذا لم، وهذا عليه قام به الرئيس، هاي قام به الرئيس، هاي ملفات أخرى، هاي ملفات أخرى. سعد الله يشكركم، لا يشكركم، شكرا على الاتحاد. سعد الله أعطوا 30 ثانية لبايع. أيوة، بعد في الختام اختارتوه النبه عن الموريتاني كاملين، لا سلطة ولا معارضة ولا أغلبية، يلا يعرفوا مثلا عنهم في منعطف خطير لبلدهم، قادم على مراحل مهمة من حيث مثلا الاقتصاد، الغاز وبترن اللي ترتب عليها من المشاكل، ويا الله يتفقرشوا كامل. إذا شكرا لكم الأستاذ بايع المصطفى والبلاتة. وهذا طبعا هاي المعلومة راني هذا تصحيح للجميع، لأن الأستاذ بايع يعني أكد لي أن الاسم يرفع هكذا، بايع المصطفى والبلاتة، طبعا ناشط سياسي والإطار، وكذلك الأستاذ عبد الله والطالب الإداري المدني والعمدة السابق. شكرا جزيلا لكم، كنتم ضيفين معي في هذه الحلقة من برنامج مورتانيا اليوم. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الفاضل على متابعتنا في هذه الحلقة. إلى أن نلتقي، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله. شكرا.